أهلا بكم من جديد. انخفض متوسط حجم الشيكات اليومية للنصف الأول من العام الجاري بشكل طفيف بنسبة 0.8% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، وذلك من 13.4 ألف شيك مصرفي إلى 13.3 ألف شيك مصرفي في اليوم الواحد. وأفادت البيانات الرسمية بأن الشيكات المصرفية احتفظت بمكانتها في السوق المحلية خصوصا في قطاع التجارة والأعمال رغم تطور وسائل الدفع والتحويل الإلكترونية، إلا أن الشيكات تستخدم كذلك كمستندات لضمان الوفاء بالالتزامات المؤجلة وأيضا كضمان لتسديد أقساط القروض المقدمة. وقد أظهرت البيانات أن قيمة هذه الشيكات ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.8% مقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي من 40 مليون دينار إلى نحو 41 مليون دينار. رخص مركز البحرين للمستثمرين ل 127 شركة جديدة تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى حوالي 1.5 مليون دينار. وقد أظهرت البيانات الرسمية لمركز البحرين للمستثمرين أنه تم تسجيل 125 سجلا نشطا دون ترخيص وشركتين نشطتين، كما أشارت البيانات إلى أنه تم تسجيل 86 شركة ذات مسؤولية محدودة و44 سجلا لشركة الشخص الواحد و13 سجلا لشركة تضامن وفرع واحد لشركة أجنبية. وأوضحت بيانات المركز أن أكبر رؤوس الأموال التي تم تسجيلها تعود لشركة كلاسيك ديكور برأس مال 500 ألف دينار. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.